بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب فرض طاعة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من الكافي الشريف الحديث الرابع عشر يرويه ثقة الإسلام الكليني بأسناده عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول أمير المؤمنين: اعلموا أن صحبة العالم واتباعه دين يدان يدان الله به وطاعته مكسبة للحسنات، ممحاة للسيئات، وذخيرة للمؤمنين، ورفعة فيهم في حياتهم، وجميل بعد مماتهم. الإنسان حينما يصحب الأنبياء والأئمة، ويتبعهم الصحبة مع الاتباع، أما الصحبة بدون الاعتقاد بهم أو بدون اتباعهم فلا تغني شيئا. عبد الله بن أبي والمنافقون الذين كانوا معه هؤلاء في الظاهر كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانوا يتشهدون الشهادتين ولكن كانوا منافقين فصحبتهم الظاهرية لا تنفعهم شيئا الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم. اذا الصحبه اذا اتخذت طريقا للاتباع فهذه تكون لها قيمه والا بنو اسرائيل وهم احفاد يعقوب على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. وهم الامه التي فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين في زمانهم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. لكن هؤلاء الذين ارتدوا منهم الذين عبدوا العجل ولم يتوبوا السامري وهو كبيرهم هؤلاء ما استفادوا من الصحبه فلذلك صارت وبالا عليهم لان الحجه تمت عليهم اكثر من غيرهم فاذا الصحبه المقرونه بالاتباع لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هنا يشفع الاتباع بالصحبة. اعلموا أن صحبة العالم واتباعه تصحبه، تصحبه يعني تلازمه وقد يفسر بأنه تعتقد به وتتبعه عملاً. إذا أمرك بشيء تمتثل لأمره وإذا نهاك عن شيء تنزجر بزجره هذا العالم لا يراد به أي واحد من الناس إذا حصل لكم كلمة من العلم وإنما يراد في هذا الحديث بالعالم الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وإذا واحد من العلماء اتبعهم يعني اكتسب العلم مع التقوى فهذا يكون على طريقهم، لكن المقصود بهذا الحديث الائمه والانبياء حصرا. ان صحبه العالم واتباعه دين يدان الله به. دين يعني طريقه، يدان الله به يعني يعبد الله سبحانه وتعالى بذلك، لان الله امرنا باتباع الانبياء والائمه. فإذا امتثلت لأمر الله واتبعتهم فقد أطعت الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، هذه الطريقة التي يطاع الله سبحانه وتعالى بها. الإنسان يطيع الله بما أمر الله به، والله أمر باتباع العلماء الأنبياء، الأئمة. إذا واحد اتبع غيرهم فهذا لم يطع الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يأمر به والله يعبد من حيث يريد لا من حيث نريد واحد عبد كان فهذا سرق فجاء عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأقر بالسرقة مرتين فثبت عليه الحد، وأجرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عليه الحد، فذهب وهو يمدح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بأبيات، فقيل له يا هذا أتمدح عليا وقد أجرى عليك حد السرقة فقال هذا العبد إنما امتثل الأمر الله سبحانه وتعالى هو ما أجرى علي الحد لعداوة شخصية بيني وبينه لا لأن الله أمره بذلك امتثل أمر الله سبحانه وتعالى صحيح هو اني متضرر من اجراء الحد عليه لكن هذا حكم الله وانا راضي بحكم الله سبحانه وتعالى ولذلك امدح علي بن ابي طالب عليه السلام الذي اجرى الحد في المقابل كان واحد في القرن الثالث الهجري هذا كان ناصبيا يبغض أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقيل له لماذا تبغضه؟ شنو مشكلة بينك وبين علي بن أبي طالب؟ ليش تبغضه؟ قال إنه أجرى حد السرقة على أحد أجدادي هسه هو بينه وبين علي بن أبي طالب أكثر من ميتين سنة أحد أجداده في زمان أمير المؤمنين ارتكب السرقه فاجرى علي عليه الصلاه والسلام عليه الحد. هسه هذا جاي بعد 200 سنه ولاجل ان امير المؤمنين اطاع الله في اجراء الحد على جده يبغضه. فاذا ان صحبه العالم واتباعه دين يعني طريقه يدان الله به. يعني بتلك الطريقة أنت تعبد الله سبحانه وتعالى وتطيع الله وطاعته مكسبة للحسنات زين إذا إحنا أطعنا الإمام أطعنا الرسول ما الذي يترتب على هذه الطاعة المرحلة الأولى أن هذه الطاعة دين يدان الله سبحانه وتعالى به زين احنا هذا الدين الذي يدان الله سبحانه وتعالى به اعتقدنا به قولا وقلبا وعملا فما الذي يترتب على ذلك؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى لان الثواب فضل من الله ليس باستحقاق نحن لا نستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا بالذات الله تفضل ووعد بالثواب طبعا وعد بشرط ولأنه وعد صار حق علي لأن عدم الوفاء بالوعد قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح وإحنا ما عدنا حق على الله إلا لأن الله سبحانه وتعالى وعد من آمن وعمل صالحا بالثواب فلذلك يفي الله سبحانه وتعالى بوعده زين إذا واحد اتبع العالم المعصوم سواء نبي أو إمام وأطاعه ماذا يترتب عليه؟ يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وطاعته وطاعته يعني وإن طاعته مكسبة للحسنات. مكسبة مصدر ميمي يعني كسب للحسنات. أنت إذا أطعته نفس الاطاعة فيها ثواب، وأيضاً ما أطعته فيه أيضاً فيه الثواب، صحيح هي الأوامر في الاطاعة أوامر إرشادية، لكن الصحيح أيضاً أن على نفس الاطاعة هناك ثواب غير ثواب العمل، يعني الإنسان إذا امتثالاً لأمر الله ورسوله قام للصلاة وصلى فله ثوابان حسب الأصح، ثواب الصلاة وثواب إطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، ولو البعض يقولون أن الثواب هو واحد ثواب العمل، لكن الأصح أن لنفس الطاعة ثواب غير ثواب العمل. وطاعته وطاعته مكسبه للحسنات ان طاعته كسب للحسنات يعني سبب كسب الحسنات ممحات للسيئات هذا ايضا مصدر ميمي يعني محو للسيئات الله سبحانه وتعالى في القران يقول ان الحسنات يذهبن السيئات طاعه الانبياء والأئمة من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل الحسنات، فتكون مشمولة لهذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات، لأنه كما مر في باب التوحيد، إن الله سبحانه وتعالى جعل طرقا لغفران الذنوب، أول طريق التوبة الانسان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، والتوبه لها شروط، لها اجزاء. الندم على ما فرط الانسان من عمله، والعزم على الا يعود، واذا هناك حقوق الناس في ذمته يؤدي تلك الحقوق، واذا حقوق الله سبحانه وتعالى يؤديها، ثم يقول بلسانه أستغفر الله ربي وأتوب إليه إذا واحد هالشكل يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وهو عازم على تكرار المعصية هذا كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى في حقيقة التوبة مأخوذ الندم زين هذه من الطرق لغفران الذنوب الله سبحانه وتعالى جعل طريقا آخر وهو فعل الحسنات ان الحسنات يذهبنا السيئات يعني الانسان عصى معصيه مثلا حسن نساها هاي المعصيه ولذلك لم يتوب منها إن الانسان نسي ينسى وكثير من الاحيان يفعل الذنب وينسى هذا الذنب ولا يتوب منه مع ان وجوب التوبه وجوب فوري زين هذا الانسان افرض ذهب الى الجهاد المشروع وقتل في هذا الجهاد جهاده وشهادته هذه حسنه تذهب السيئه ان الحسنات يذهبن السيئات في بعض الاحاديث ان اول قطره دم من دم الشهيد تسقط على الارض فهي غفران لذنوبه كلها. فأحيانا من اسباب الغفران فعل الحسنات. احنا نسمع الان ونرى في الاحاديث ان البكاء على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام يمحي الذنوب، لماذا؟ لان البكاء على الامام الحسين عليه الصلاه والسلام سنه نبويه رسول الله صلى الله عليه واله. في هذه الامه اول من بكى على الحسين عليه الصلاه والسلام وهذا روته العامه والخاصه حينما كان صبيا في حجر رسول الله صلى الله عليه واله فنزل عليه جبرائيل واخبره بما يجري عليه فبكى رسول الله صلى الله عليه واله وفي بعض الروايات التي روتها العامه والخاصه أن جبرائيل أعطى رسول الله تربة من تراب قبر الحسين عليه الصلاة والسلام، ورسول الله أعطاها لأم سلمة، تلك التربة، فهذه سنة نبوية، مضافة للأحاديث الكثيرة في الحث على البكاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وبيان فضل ذلك. زين، فهذا مذنب جاء وبكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. طبعاً غفران الذنوب ليس معناه سقوط حق الناس، لا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذه على ذلك الذنب، كالتوبة مثل ما إذا واحد تاب من ذنبه، هذا مو معناه أن حقوق الناس تسقط منه، بل يؤخذ في حقيقة التوبة أو من شرائطها أداء حقوق الناس. إذا واحد سرق ثم جاء إلى مجلس الإمام الحسين وبكى على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا ما يسقط من ذمته حق الناس، يعني يجب أن يرجع إلى الناس حقهم لكن ما يتعلق بحق الله لأن السرقة معصية لله سبحانه وتعالى فقد الله سبحانه وتعالى يغفر له. وهناك أسباب أخرى لغفران الذنوب كدعاء المؤمنين يمكن المؤمنون يدعون لانسان الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم فيغفر له واحد ابوه ميت كان ابوه عنده مثلا بعض المعاصي انت ترفع يديك وتقول ربنا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لي ولوالدي قد الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء ويغفر ذنب الوالد ببركه دعاء الولد لان الله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه فاذا اكو مجال للرحمه الله سبحانه وتعالى يرحم واذا الله اخذ انسان بذنبه او عاقبه في يوم القيامه او في هذه الدنيا فلانه بعد خلاف الحكمه تركه ماكو مجال للرحمه، فاذا صار خلاف الحكمه الله حكيم، رحمه الله سبحانه وتعالى تسع كل شيء، لكن الى حد لا تكون تلك الرحمه خلاف الحكمه، لانه ليس بين صفات الله سبحانه وتعالى تناقض، الرحمه لا تعارض الحكمه، بل الرحمه محكومه بالحكمه لان الحكمه من صفات الذات. والرحمة من صفات الفعل وصفات الفعل محكومة بصفات الذات. فعلى كل حال صحبة العالم يعني النبي أو الإمام ممحاة للسيئات يعني محو للسيئات، سبب محو السيئات لأنه أنت عندما تعتقد به وتتبعه هذه حسنة من أعظم الحسنات، الحسنات يذهبن السيئات. ثم يعلمك بالطاعات، يعلمك بالتوبة، يعلمك بعمل الخير، فالله سبحانه وتعالى قد يرضى عنك فيغفر لك. وبعد ذلك الفائدة الثالثة: وذخيرة للمؤمنين. يعني هذه الصحبة وهذا الاتباع الله سبحانه وتعالى يدخره لك في يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرة الدنيا مزرعة الآخرة أنت تعمل هنا وتحصد في يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر زين واحد اتبع النبي صلى الله عليه وآله صارت له مشاكل ذول اللي تبعوا الرسول في مكة حوصروا في شعب أبي طالب وجوعوا وعُذّبوا وهُجّروا وحتى هم في المدينه المشركون لحقوهم بالقتال وقتلوا من المؤمنين هؤلاء لكن هذه الاعمال الله سبحانه وتعالى يدّخرها للمؤمنين بسبب صحبتهم واتباعهم ليوم الجزاء وذخيره للمؤمنين الإنسان العاقل ماذا يفعل؟ يتعب أيام قليلة تعقبها راحة طويلة، نشوف يعني مثلا بعض الأحيان تشوف طالب في الجامعة، هذا يلازم الكتاب، يقلل من نومه، من أكله، من رياضته، من لعبه. من الترفيه تقول له لماذا يقول أنا أدرس وحصل العلم أضمن مستقبلي يعني هو الآن في تعب لسنة سنتين ثلاث سنوات خمس سنوات بس يبقى في راحة إلى آخر حياته زين سنوات دراسة ثم إلى آخر الحياة يكون عنده وظيفة محترمة وراتب محترم مثلاً أو كسب محترم يستر به على نفسه وعلى أهله وعياله وحصل له وجاهة في المجتمع ويخدم الناس إذا شاء الدنيا والآخرة النسبة بينهما أكبر من هذه النسبة لأن الدنيا محدودة والآخرة لا نهاية لها هم فيها خالدون لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة هو ده يصبر أيام قليلة أيام الدنيا قليلة هسه كل واحد من عدنا يشوف ما مضى من عمره إذا عمره خمسين ستين سبعين ثمانين عشرين أقل أكثر ما مضى مضى كأنه سراب كأنه طيف خيال وكذلك ما يأتي من الدنيا يمضي كأنه طرفة عين ففي هذه الدنيا إذا عمل عمل هذا العمل يعقبه يعقبه راحة طويلة إلى أبد الآباد وذخيرة للمؤمنين ورفعة فيهم في حياتهم يعني الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الطاعة ل الأنبياء والأئمة يرفعهم في هذه الدنيا. إحنا نتصور أن الرفعة في الدنيا بمعنى أن يكون مسؤول سياسي مثلا أو يكون مقرب إلى الحكومة أو يكون عنده مثلا أموال نهبها من حق الناس يكون هذا رفعة في الدنيا وجاهة في الدنيا. كلا الدنيا لا تنحصر بذلك. الانسان المؤمن له العزة حتى اذا كان فقيرا. فإن العزة لله جميعا. العزة الحقيقية هي لله وللرسول وللمؤمنين. لأن الله سبحانه وتعالى أعز الرسول وأعز المؤمنين. الانسان المؤمن الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدنيا ورفعة فيهم. في حياتهم، لأن الطاعة توجب العز، وأيضا امتثال أوامر المعصومين توجب للإنسان العزة في الناس، أنت أحيانا تشوف واحد قد يكون مضطهدا من قبل السلطات الجائرة، وقد يكون فقيرا، لكنه محترم في الناس. لماذا؟ لأنه حسن الأخلاق لأنه يقضي حوائج الناس لأنه صادق لأن عليه سماء الصالحين هذه هي العزة في الدنيا رفعة في الدنيا حتى لو هو مطارد ومضطهد من الحكومات الجائرة لأن الإنسان إذا أطاع الله ورسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه الطاعة شنو هي؟ العمل بالفضائل ترك القبائح أي واحد عمل بالفضائل وترك القبائح تصير رفعة له في الدنيا صحيح هو ماذا يطلب هذه الرفعة لكن الله سبحانه وتعالى يمنحها إياه ورفعة فيهم في حياتهم وجميل بعد مواتهم يعني الناس يذكرونهم بالخير جميل يعني ذكر جميل لهم كما ان مثلا ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام دعا الله سبحانه وتعالى قائلا كما في سوره الشعراء: واجعل لي لسان صدق في الاخرين يعني الذين ياتون بعدي يذكرونني بخير لا ان ابراهيم كان يهمه ذلك لاجل نفسه لا لانه اسوه للمؤمنين. فإذا ذكر بالخير اقتدى به المؤمنون، من هذا الباب كان يريد أن يجعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق في الآخرين. الإنسان الذي هو على طاعة الله سبحانه وتعالى حينما يموت الناس يذكرونه بالخير، لكن الإنسان إذا كان في معصية الله الناس يذكروه بالشر. فإذا إذا الإنسان صاحبه الانبياء والائمه. هسه اذا في زمانهم الملازمه الجسديه معهم. اذا بعد زمانهم الاعتقاد القلبي والباطني بهم. واتبعهم فالله سبحانه وتعالى بسبب طاعته لهم يعطيه الحسنات يمحو عنه السيئات ويجعله ذخيره له في يوم القيامه ويرفعه في الدنيا وبعد مماته يجعل له الذكر الحسن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ملازمين للانبياء وللائمة عليهم الصلاة والسلام في الدنيا والاخرة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.